للحديث عن تصاعد وتيرة التظاهرات في العراق انضم إلينا عبر سكايب من أنقرة الناشط السياسي سامر الساعدي. أستاذ سامر مرحبا بكم، يعني ماذا يعني لكم عودة التظاهرات بمختلف الفئات في العراق وإن اختلف الهدف بين كل تظاهرة وأخرى؟ أستاذ سامر تفضل. يا قناة الرافدين ومشاهديكم، حقيقة العراق أصبح بالشتاء فيضان وبالصيف غليان، وبالتالي أعتقد أن هذه الحلول الترقيعية والشعارات الكاذبة مما يجعل الغليان الشعبي حاضر متوهج في أي لحظة ينطلق. وهنا نرى مظاهرات في وسط العراق وفي جنوب العراق، في العمارة مثلا ميسان صار 3 أيام مظاهرات المحاضرين 3 أيام، وأعتقد أنه يوجد تكتيم إعلامي حتى في الناصرية تم غلق صحة ذقار للتردي في الواقع الصحي والمستشفيات المتهالكة في الواقع الصحي في بغداد في الكوت في الحلة في النجف. هذا أعتقد كلها مظاهرات تدين العمل المؤسساتي للدولة والحكومة على أنه أو هذه الحكومة سوف تخلل عن خروج هذه التظاهرات. أستاذ سامر، هل يعني فشل حكومة السوداني بموضوع تحقيق الاستقرار المعيشي والاقتصادي في العراق، تعتقد ذلك؟ نعم، يعني أعتقد أنه حكومة السيد السوداني هي أصلاً أولاً لم تنجح لحد الآن، وبالتالي الوعود اللي قطعها السيد السوداني والمدة الزمنية اللي أعطاها السيد السوداني على أساس أنه سينجح بهذه الحكومة وتكون حكومة مختلفة عن السابقات، أنا أعتقد وكل العراقيين يرون أن هذه الحكومة كسابقاتها مجرد وعود مجرد شعارات، بل ربما تكون هذه الحكومة هي حكومة منافع اجتماعية فقط، أما قضية خدمة الشعب، تقديم قطاعات خدمية صحية، هذه الصناعات، الضمان الاجتماعي، البنى التحتية، قانون النفط، أعتقد أن هذه كلها أصبحت شعارات، وبالتالي الآن هم يناقشون أهم قضية لديهم المنافع الاجتماعية في الموازنة وتناسوا أنهم أمام محك مع الجمهور، أمام محك مع التحديات اللي حقيقة لربما هذه الحكومة تكون حكومة ذات ولادة غير صحيحة بعد انسحاب، بعد التحديات، بعد أن طولت سنة كاملة العراق بدون حكومة، ومن ثم نرى حكومة أنا أصفها ضعيفة جدا، حكومة مسيرة لا مخيرة من قبل المؤسسة التنفيذية، حكومة مسيرة من قبل رؤساء الكتل ومن قبل السفيرة الأمريكية. هذا مما يجعلنا أنه إحنا نقول أنه هذه الحكومة لن تنجح ولن ترى ملامح النجاح. بالتالي كل المراقبين السياسيين، كل الأحزاب، كل الموجودين الآن حقيقة يرون أن العراق ضيعة، العراق ضيعة، الوزارة ضيعة، الهيئة ضيعة، وبالتالي أعتقد أنه هذا الموروث الخاطئ، الموروث السياسي الذي جعل الكتل السياسية والمؤسسات والهيئات والوزارات بوادي والشعب العراقي بوادي آخر، وهنا ممكن أن تنفجر الاحتجاجات الشعبية والمظاهرات مثل ما في ميسان مثلا الآن 3 أيام والمحاضرين في المظاهرات في شوارع العمارة مثلا، نعم، في الناصرية، في الكوت، في بغداد. أعتقد هذه كلها مؤشرات على أنه حكومة السوداني لا تلبي الطموحات ولا المنهاج الحكومي أو المنهاج الوزاري هو كان حقيقة منهاج يختلف عن السابق أو تم تطبيقه على أرض الواقع. أنا كمراقب وكمواطن لا أرى أي منهاج ولا أرى أي تقدم في هذه الحكومة لخدمة مواطنيها. نعم. سامر، لو فتحنا نافذة كيف تتعامل حكومة السوداني مع المتظاهرين، يعني هناك قمع مفرط تعرض له الخريجون التربويون في محافظة ميسان، ولكن هذا التصرف، هذا القمع المفرط، إلى أي مدى يشير إلى أن استراتيجية القوات الأمنية ومن خلفها الميليشيات لم تتغير في التعامل مع المتظاهرين؟ نعم، يعني سبق وأن قلناها أنه دائما الحكومات تتعامل مع التظاهرات بشقين، الشق الأول أما تقمع المظاهرات والشق الثاني أما تتجاهل، وهذا حقيقة المنوال اللي مضت عليه الحكومات وهذه الحكومة من قبل القوات الأمنية. طبعا شيء أكيد هم لديهم أوامر، وبالتالي هذا التجاهل وهذا القمع أنا باعتقادي أنه سوف يزيد من وتيرة الاحتقان وسوف يقطع أن بقيت أوتار أو خيوط رفيعة جدا للثقة أو المصداقية أو للتغيير.
وبالتالي حقيقة نحن يعني لربما نشهد هذا التطورات لربما، لكن قضية وحدة أنه إحنا قلناها سابقا أنه السيد السوداني أو حكومة الإطار هي كانت غير مقنعة، ليس مقدمة لخدمات أو متجاهلة أو تقمع، هي أصلا غير مقنعة، وبالتالي أنا فقدت حتى الإقناع، ليس فقط عدم الثقة والمصداقية والتجاهل والقمع وغيرها، الإقناع بحد ذاته لحد الآن لم يصلوا إلى مرحلة الإقناع إلى الشعب العراقي، وهذا دليل على أعتقد أنه الموجودين الآن وخاصة الإطار والمتمثلين بالهيئات والوزارات يقولون نحن مدعومين دوليا وأقليميا، فالشعب لربما نتعامل معه بقسوة ونحن مؤيدين ومدعومين من قبل السفيرة، وأعتقد أن السفيرة أعطت إشارة بهذا الموضوع وأوصفت أن المتظاهرين أو المطالبين بحقوقهم أنه ممكن أن يتم قمعهم أو يتم يعني أن يتجاهلون، وبالتالي هي تقول نحن نحمي هذا النظام. إذن هذا النظام إذا لم يقدم شيء إلى شعبه، إذا لم يحتكم إلى شعبه، إذا لم يكتسب المشروعية من شعبه، فأي نظام تحمينه يا ست رومانسكي؟ أستاذ سامر، أنت قلت بأن تصرفات الحكومة ومن خلفها طبعا الأجهزة الأمنية والميليشيات ربما هذه التصرفات تقود إلى الانفجار. بسؤالي لحضرتك، هل تعتقد نحن على موعد مع التظاهرات التي خرجت في تشرين 2019؟ يعني أنا أتوقع لربما تكون أضخم من مظاهرات 2019 حقيقة، إذا بقي الحال على هذه الحلول الترقيعية والشعارات المزيفة والكاذبة وكل هذه الشعارات اللي تنطلق قبل الانتخابات ومن ثم تذوب حينما يتم التبوء إلى مناصب وتسنم هذه الهيئات وغيرها، أعتقد أنه الموضوع ستكبر هذه الفجوة، ولربما نشهد في ساعة واحدة مظاهرات أقوى وأضخم وأكبر رقعة جغرافية لربما تكون مناطقية في العراق كله في الوسط والجنوب والغرب، وهذه المظاهرات لربما هي تكون الصوت المدوي، وأنا أعتقد أنها سوف تكون أكبر رقعة وعددا من مظاهرات تشرين إذا بقي الحال على ما هو عليه، لا حلول لا جدوى لا نتائج لا توافق أي قضية، وبالتالي أعتقد أنه الرفض 85% من الشعب العراقي إلى الموجودين هذا أهم دليل وأهم سبب أقدمه من خلال الرافدين. عبر سكايب من أنقرة الناشط السياسي سامر الساعدي، شكرا جزيلا لكم.